أهلا بكم مشاهدينا الكرام في بيروت اليوم، وفيه استضيف القيادي في القوات اللبنانية دكتور ريشار كويوميجيان للحديث عن أبرز التطورات الراهنة، وهذه أبرزها. هل تضع قوى الرابع عشر من أذار استراتيجية للمواجهة، وعلى أي قاعدة تبنيها؟ هل تسعى قوى الرابع عشر من أذار إلى تأجيل الانتخابات النيابية كما تتهم من الفريق الآخر؟ قوى الرابع عشر من أذار تحاول شد أعصابها بعد الضربة الأمنية التي أدت إلى تصفية اللواء وسام الحسن، اجتماعات متتالية ومفتوحة لوضع استراتيجية للمواجهة، وهذا يتطلب رؤية واضحة للمرحلة المقبلة. سنحاول خلال هذه الحلقة أن نكتشف ما هي هذه الاستراتيجية، وما هي الرؤية التي تملكها هذه القوى والتي تعتمد عليها في رسم خطواتها. بداية أهلا وسهلا فيك دكتور ريشار القيادي في القوات اللبنانية. ما بعرف نحن قلنا سنكتشف هذه الاستراتيجية، أول شيء ما بنعرف إذا رح نقدر نكتشف أو إذا في هناك من استراتيجية معينة. معلش بلشت دغري من المباشر قبل التحية. ما يهمك أول شيء كيفك؟ الله يخليك. العنوان الأساسي للاستراتيجية هي مواجهة آلة القتل. ما فيك تعمل سياسي وما فيك تمارس أي عملية سياسية في ظل التهديد المستمر في القتل. وقلنا فترة عايشين في ظل هالإرهاب المعنوي والنفسي اللي عم بينفرض علينا. أنا عكس ما كتير من السياسيين بلبنان يلي معتبرين إنه توقفت آلة القتل لفترة بعد 2008 بعد اتفاق الدوحة، أنا برأيي لا، آلة القتل كانت مستمرة ولكن المحاولات فشلت. بدي رجعك بس شوي صغيرة لورا، محاولة اغتيال الدكتور جعجع ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب وصولا إلى اغتيال اللواء الحسن. هذا المسار كله صاروا بال 2012. هذا المسار ما وقف برأيي. بلش يعني مش مع اللواء وسام الحسن، بلش بأول 2012 لفرض واقع سياسي معين أكيد مرتبط إلى حد ما بالأزمة السورية، لأنه اللي كنا عم نعيشه حتى من 2005 لليوم. يعني أنا بتطلع بالوضع انطلاقا من مسار عام، يعني أنا بحط اغتيال اللواء الحسن بمسار الاغتيالات المستمرة، وبحط الوضع يلي كله شهدناه بال 2012 استمرار لاستراتيجية موجودة عند النظام السوري وعند حلفائه في لبنان، وهي إبطال مفاعيل ثورة الأرز يلي تبلورت بال 2005. كل المسار يلي شهدناه ويلي تضمنوا حروب وانقلابات وكل ما شهدناه إذا بدك أنا بحطه في خانة العودة بالوضع إلى ما قبل 2005 اللي استجد، وأكيد إسقاط حكومة الرئيس الحريري ببداية 2011 بهالسياق نفسه بحطه، ولكن اللي استجد أنه شهر ما بعد إسقاط حكومة الرئيس الحريري استجد وضع جديد في سوريا، والواقع واقع الربيع العربي اللي امتد الى سوريا غير كل المعادله وخليهم خلى سوريا وحلفائها يلجأوا الى اسلوب جديد، هذا الاسلوب اللي عم نشهده اليوم. بدي ارجع للاليه، اليه المواجهه او استراتيجيه المواجهه التي ما بعرف اذا وضعتها 14 اذار او لا. اكيد العنوان كمان إلى جانب وقف آلة القتل بدك تبلوره بالناحية العملية. بالناحية العملية هو إسقاط حكومة حزب الله سوريا وحلفائهم. اللي كنا عم نشهده هو رجع بالمسار مثل ما قلت لك إلى ما قبل 2005. تبلور اليوم أنه حزب الله ما يسعى إليه هو إذا بدك من بعد ما استجد الواقع الجديد في سوريا لجأوا حلفاء إلى فرض واقع جديد في لبنان، إلى مزيد من مسك السلطة في لبنان، إلى مزيد من فرض مشيئتهم على الفرقاء السياسيين الآخرين. بما معناه
يعني تغير استراتيجية حزب الله بنظرته إلى لبنان؟ أنا برأيي اللي شو عم بحاول يعني؟ اللي عم بحاول عم بحاول القاعدة اللبنانية لمصلحته؟ عم بحاول يفرض منطق الحرب على كل من لا يجاريه في منطق السلام تبعه. منطق السلام تبعه من زمان بتقولوا من 2005 لليوم او من 2000 لليوم بتقولوا انه حزب الله يحاول فرض منطق الحرب على منطق في منطقين السلام. او بتعيش بسلام يعني بعدنا بذات استراتيجيه براي 14 اذار يسعى اليها حزب الله. ما في شك في منطق عند حزب الله وعند حلفاء سوريا، او بتعيشوا بسلام نحن بنفرضه عليكم سلام، يعني سلام تبعيه، سلام الدخول في المنظومه السوريه الايرانيه، سلام في 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 مشروع السياسي الاقليمي يلي ايران وسوريا ماشيين فيه، او بنفرض عليكم منطق الحرب، منطق الحرب يلي فيه اغتيالات وفي استهدافات وفي سيارات مفخخه وفي حروب اقليميه وفي كل هالمسار، او تمشوا بالسلام تبعنا او نفرض عليكم حرب وبتدفعوا الثمن. ونحن الحقيقه استراتيجية هي استراتيجيه المواجهه، استراتيجيه المواجهه التي تقوم على انه تقوم لا على قول لا، نحن منا مستعدين نكفي بهالاستراتيجيه تبعكم ولو ادت الى 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 قتل، الى تهديد، الى 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 مزيد من الضغط الامني والنفسي. كيف وكل عم بتقولوا لا دكتور؟ من خلال مقاطعتكم الحكومه ومقاطعتكم مجلس النواب فقط؟ هل هذا يكفي؟ لا، بالوصول الى الهدف المباشر. هذه الحكومه يعني اخلت بتوازن معين، اخلت بتوازن معين. شو هو من وقت تاليفها؟ من وقت تاليفها اخلت ضربت توازن يلي اوجدوا اتفاق الدوحه. طيب هلا كان في خلل توازن طائفي، توازن سياسي، توازن سياسي بين 8 و14 اذار. خلينا نبعد عن التوازن الطائفي. لا، في القوى السيادية وفي حلفاء سوريا بوجون. المنطق يلي اعتمدوه هن انه الاخلال بالتوازن القائم، الاخلال بالتوازن السياسي يلي تجلى باسقاط حكومة الرئيس الحريري. برضه بوقتها اذا بدك على مضض نتيجة الفرض الامني والتهويل والتهديد والوعيد اذا بدك. عشان هيك لما بنحكي بالسلاح بيقولوا عم تحكوا بالسلاح، شو بدكم بالسلاح؟ هذا سلاح مقاومة الى اخره. لا، هذا السلاح يستعمل في الداخل لفرض مشيئة سياسية. هالمشيئة السياسية أدت إلى إخلال في التوازن السياسي. طيب كنا قابلين فيه على مضض وأبدينا يمكن حسن نية أنه كف عملنا البرلماني وعملنا المعارضة السياسية تجلت من قبلنا بأبهى مظاهرها بالوقت يلي هذه الحكومة كانت عم تفشل انمائيا وعم تفشل اقتصاديا وعم تفشل معيشيا، وكل الملفات يلي تعاطت فيها بدون ما نفوت بتفاصيلها هذه الحكومه كانت عم تفشل فيها، وصولا الى فشل الامن الذريع يلي تجلى في عمليه سلسله من محاولات الاغتيال، وصولا الى اغتيال اللواء الحسن. الخلل الجديد يلي ظهر هلا هو الخلل الامني الكبير يلي صار، وبالتالي ادى الى عدم توازن امني بالحد الادنى، وبالتالي هذا التوازن الامني يلي شال الشمسيه اذا بدك، شال الحد الادنى من الغطاء على قياداتنا وعلى نشطائنا وعلى كل المناضلين تبعنا. هذا الواقع اليوم اللي فرض من بعد ما بعد اغتيال اللواء الحسن. مش هناك مرحله ما قبل اغتيال ضرب التوازن الامني 100% باغتيال وسام الحسن. اللواء الحسن كان مأمن حد أدنى من الحماية والغطاء الأمني إذا بدك لقياداتنا. اليوم بدك تقول لي والله بعده فرع المعلومات ماشي وبعده قوى الأمن عم بيأمنوا، الأجهزة اللبنانية عم بتأمن الأمن وعم بتأمن غطاء، بس رمزية وسام الحسن أنه ألمس بهذا الغطاء الأمني اللي محطوط فوق رؤوسكم، وبالتالي نحن الرسالة اللي عم بوجهها حزب الله أنه انتبهوا أو تنصاعون إلى مشيئتي بالملف الإقليمي، بالملف السوري، بالملف الداخلي، أو سوف نلجأ إلى ما سنلجأ إليه إذا بدك من فرض بالقوة، بالتفجير، بالاغتيال، إلى فرض مشيئتنا. هون بفوت موضوع الحكومة. هذه الحكومة تؤمن الغطاء. طبعا ما فينا نقول والله إيه
الرئيس مئاتي هو أو مثل ما قيل بالفترة الأخيرة أنه دم وسام الحسن برقبة نجيب مئاتي، لا، دم وسام الحسن في رقبة هذه الحكومة التي تؤمن الغطاء إذا بدك، واللي هي متهمة في دائرة الاتهام عن عملية الاغتيال. لكن دكتور أنتم الذين اتهمتم نجيب مئاتي بأول بيان ل 14 أذار ببيت الوسط، نحمل المسؤولية الشخصية بمقتل وسام الحسن للرئيس نجيب مئاتي. المطلوب من الرئيس مئاتي ألا يؤمن الغطاء إذا بدك لهذه الممارسات. لكن هو الرئيس مئاتي تاني نهار طلع عمل كلمة مقتضبة واضحة، أنا وضعت استقالتي عند رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية طلب مني التروي للبحث عن البديل، لكن أنتو يلي هجمتوا يعني والخطوة لا لا نحن عم نحكي، لأن أنتو هجمتوا على الرئيس مئاتي مثل ما الرئيس مئاتي عم بيقول هجمتوا عليه، واليوم عم بيرد يعني عم بيوصفكم بالقضايا الوطنية لا تحل بالعناد. يعني عناد نحن الهدف هو إسقاط هذه الحكومة أكثر ما هو هدف شخصي بإسقاط الرئيس مئاتي، إسقاط الرئيس مئاتي لأنه هذا السبيل الوحيد بغياب العمل البرلماني السليم. يعني إمكانية إسقاط الحكومة تتجلى في كان السبيل الوحيد رئيسة. عندما سقط أيضا السبيل الآخر، وأعني هنا النائب وليد جملاط، عندما لم يقتنع ممكن صح يبقى أمامك السبيل الوحيد هو إظهار حقيقة الوضع. يعني اليوم البلد بأزمة وأبعد من استقالة الرئيس مئاتي ووجود حكومة جديدة، بكل أزمة وطنية بعيشها حيال بلد بالعالم طبعا حكما إذا بدك تستقيل الحكومة نتيجة هذا الوضع المأزوم، يعني هذا بوضع عادي إذا عندك أزمة تستقيل الحكومة ليستلم زمام الأمور حكومة تقدر تدير الوضع. يعني أنا برأيي مصلحة الوضع اللبناني أن تأتي حكومة جديدة لإدارة الوضع من هلأ للانتخابات، وبالتالي نحن حاطين استراتيجية وحاطين خارطة الطريق من هلأ للانتخابات النيابية. هالخارطة تتجلى في إسقاط الحكومة، في عدم العودة إذا بدك عن هذا المطلب وفي دعوة رئيس الجمهورية إلى أخذ زمام الأمور، إلى المضي في الاستشارات يلي أيدوا فيها كل الدول الكبرى، الاستشارات والمساعي لتأليف حكومة حيادية تؤدي إلى ضبضبة الوضع، تؤدي إلى حد أدنى من الغطاء السياسي والأمني بالبلد. طيب أنتم عم حاطين خارطة الطريق، لكن هل تملكون البديل؟ يعني الرئيس نجيب مئاتي، رئيس الجمهورية والنائب وليد جملاط أعطونا البديل، حتى الرئيس نبيه بري أعطونا البديل فلتستقل هذه الحكومة. هل لديكم أي بديل؟ هل لديكم أي رؤية؟ نحن يعني التارجتينج اليوم لإسقاط الحكومة، لكن ماذا بعد إسقاط الحكومة؟ هل لديكم هذه الرؤية؟ حكومة حيادية، يعني صارت في 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 سوابق في منطق الأمور بيقول إنه فينا نألف حكومة حيادية. رئيس بري عن الحكومة الحيادية غير واقعية، هذا رأيه، بس ليش لا؟ ليش كانت واقعية وقت اللي بعد اتفاق الدوحة أو ما قبل الانتخابات 2005 تسلم الرئيس مئاتي حكومة حيادية وأمن إجراء الانتخابات. هذا المطلوب حكومة حيادية موضع ثقة من كل الناس، تعيد التوازن إلى الحالة السياسية اللبنانية، ما يحس أي طرف أنه مستهدف، أنه هو مقهور، أنه هو معرض إذا بدك. وعلى هالأساس ممكن بالحد الأدنى تستقر الأمور. هلأ رب قائل بيقول لك أنه والله أنه فيها الاغتيالات تكفي، بس وفي ظل حكومة حيادية من يلي عم بتطالبه. دونك أبعد من وجود حكومة حيادية بدك التزام من الفرقاء اللبنانيين على طريقة التزامهم ما بعد اتفاق الدوحة بوقف الاغتيالات. ولك ملا يعني بينحكى بكل صراحة وبكل وقاحة إلى حد ما إنه إيه حدا أخذ قرار بوقف الاغتيالات بعد اتفاق الدوحة، وبالتالي نسأل كمان من جديد إنه ليش عم تتهمه؟ ما واضحة العملية،
واضحة العملية مين بإيده قرار القوة وقرار الاختيار. دكتور، يعني في حال لم تسقط هذه الحكومة، وحتى اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مثل ما عم نشوف اليوم عم بيطيلة على تويتر باقي، وهناك انتقاد قاسي شوي بالنسبة من الرئيس ميقاتي إلى 14 أدار، في حال لم تسقط الحكومة حاطين سيناريو ب؟ ما في سيناريو، في سيناريو آ. طيب هو إسقاط الحكومة هو باقٍ ونحن مستمرون. كيف؟ ما فينا. كيف مستمرون؟ وين تحركوا؟ أنتم مقاطعين الحكومة؟ ماشي بلا يكون ما تواخذني، يعني بكرة في اجتماع لمجلس صح. الوزراء بأثرب عبدة صح، ومجلس النواب معطلين البحث في قضية مشروع الانتخابات، ماشي البلد. لك في يعني ضغوط على عدة مستويات. عظيم. في فضل. ضغط سياسي بينعمل وبلش ينعمل عبر نوابنا بمقاطعة الحكومة في مجلس النواب. في ضغط سياسي بالسياسة إعلامي إذا بدك بالمضي قدما بالحملة السياسية. في ضغط دبلوماسي بده ينعمل كمان، اتصالات مع السفراء هون، في سفرات إلى الخارج لتوضيح موقفنا إذا بدك من مما يجري. في ضغط شعبي بده يتصعد أكثر يتفعل أكثر، وكله في إطار العمل السياسي السلمي يلي تعولون على الضغط الشعبي. دكتور مش معول على الضغط الشعبي، بس بده يستمر الضغط الشعبي. بلش في ضغط شعبي؟ ضغط شعبي بلش بالاعتصامات بطرابلس ببيروت. نحن لسنا دعاة خي، لا قطع طرق ولا شل حركة الناس ولا شل الوضع الاقتصادي يلي أصلا متدهور. لا، نحن هذه الضغوط رح نكفي فيها، ومتأكدين أنه بده توصل، لأنه نحن نمثل فريق أساسي بالبلد يا فادي. ما في يستمر الوضع بالتطنيش، يعني ما فيها تستمر هذه الحكومة بأنه تغمض عيونها وتقول الوضع ماشي الحال. لا، الوضع مش ماشي الحال، الوضع أنه البلد في أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، في أزمة ما فيها الحكومة. عظيم كفية. دكتور، هذه الضغوط وصولا إلى الضغوط الدبلوماسية، وبس للإشارة أنه بارح السفارة الأمريكية نفت كافة الأخبار المتعلقة بمحادثاتها مع الدكتور سمير جعجع، ما بدي أعلي على هذا الموضوع. والضغوط الشعبية من هلأ لأيار 2013، هذه الضغوط ستأتي بثمار جيدة برأيك على صعيد إسقاط الحكومة؟ لك بهالمسار ما فيك يعني كفريق سياسي أنت تقول والله أنا يعني تقدر شو ممكن يصير. انت عليك بالاساس تاخذ موقف سياسي، يعني بس بدي ردك انا حقبت ما قبل 2005، كل من يطالب كان بخروج الجيش السوري من لبنان كانوا يقولوا له انت عم تحلم، او انت في شيء في يوتوبيا عندك وهالشيء ما راح يتم والمعادله مش هيك والى اخره. انت عليك تاخذ الموقف الصح، الموقف المبدئي يلي مقتنع فيه ويلي بنضالك وبسعيك المستمر ممكن يوصل إلى نتيجة. لما 14 أدار بتكون موحدة بموقفها وبتحط استراتيجيتها وتمضي قدما، أنا متأكد أنه توصل. قلت نقطة كتير أساسية دكتور، وحدتها. إيه ما فيش أكيد وحدتها تجلت. إلى أي مدى 14 أدار موحدة في الرؤية، في استراتيجية، في الآلية، بكل الخطوات؟ تجلت هذه الوحدة في اجتماع معراب ليلة السبت، واتفق إذا بدك على العنوان الكبير يلي هو إسقاط الحكومة وصولا إلى مقاطعة الرئيس ميقاتي. مقاطعة كمان؟ حكومة الرئيس ميقاتي، مش الرئيس ميقاتي كمان أخي. بالنهاية بالبلد ما فيك تقعد، يعني ما فيك تمترس بأوضة لحالك. المخارج ممكن. لا ممكن. أول هجوم شنيتوه دكتور بشار على الرئيس ميقاتي، ونحن نسعى إلى شد عصب مثل ما إجا بمعرب، شد عصب 14 أدار والتوحيد الرؤية ومقاطعة الحكومة. كيف قرأتم كقوات لبنانية عشاء الرئيس جميل مع الرئيس ميقاتي؟ قد تكون بسياق المحاولات الهادفة إلى تصحيح الوضع، يعني إذا قاعد تعشى هو إياه وفسر له موقفنا الرئيس جميل. والله ما بعرف، بس إذا قاعد هو إياه وشرح له موقف 14 أدار على حقيقته، طب شو الغلط؟ شو الغلط إذا متفقين على العناوين الكبرى وعلى المسار العام للأمور وعلى الاستراتيجية العامة القاضية بإسقاط هذه الحكومة؟
برجع بقول لك هذه حكومة حزب الله عون النظام السوري أكثر ما هي حكومة ميقاتي. هلا عنوانها لأنه رئيسها الرئيس ميقاتي، ولكن ليس الهدف شخص ميقاتي بقدر ما هي ما هو الهدف هو هذه الحكومة. هون بدنا نميز شوي صغيرة. وأكيد الاتصالات فيها تكون في 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 سياق استراتيجية 14 أذار، أنا هيك بشوفها وما بشوفها بغير إطار. هل بدأت 14 أذار أسيرة موقفها المرتفع إسقاط الحكومة؟ اليوم السفير عم تقول حشرت قوى 14 أذار نفسها باكرا في زاوية المواقف المقفلة. لا هل بالعكس. هل بدتم أسيرين هذا الموقف إسقاط الحكومة ومقاطعة الحكومة ومجلس النواب؟ ما فينا نكفي عمل سياسي في ظل هذه الحكومة اللي هي بدائرة الاتهام. فادي هلا بتقلي ايه بس ما عندكم تحقيق وما عندكم قضاء يقول والله كيف عم بتحطوها بدائرة الاتهام؟ انا رح اقول لك كيف. بالعناصر الجرمية في ثلاث عناصر أساسية، في المقرر بالاغتيالات، في المحرض، وفي المنفذ. هالتلات عناصر اللي عم بيقرر الاغتيالات، اللي عم بحرض عليها، واللي عم بنفذها، هودي موجودين في هذه الحكومة. مشان هيك هذه الحكومة لا يمكن أن تستمر. هذا اتهام سياسي بس. اتهام سياسي أكيد، اتهام سياسي وأكثر من اتهام سياسي كمان. يعني فينا نروح أكثر من هيك، لأنه كل الاغتيالات يلي صارت خلينا نبلش باغتيال اللواء الحسن، وقت اللي رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة بيقول أنه هذا الملف مرتبط بملف سماحة المملوك، معناته هذا اتهام ضمني واتهام مباشر إلى أنه وراء اغتياله هو النظام السوري. هلأ بتقلي عندك أدلة؟ لا ما عندي أدلة أكثر من هيك. أنا بروح عم تتهموا الحكومة تقرر وتحرض وتنفذ. لأنه بقلب هذه الحكومة في حلفاء سورية هن الموجودين. هلا بتقلي مش هالوزير والله بحد ذاته هو بس، لا هذا الوزير مأمن الغطاء لهذه العناصر الثلاثة. شي قصة سماحة المملوك، ملف اغتيال الرئيس الحريري، لما بيصير على النائب سمير شحادة محاولة اغتيال، لما يغتال وسام عيد، لما يغتال اللواء وسام الحسن. وسام الحسن طالع القرار باغتياله منذ ما قبل سماحة المملوك، أكيد إجا سماحة المملوك تيسرع يمكن أو تيلقط المناسبة اللحظة المناسبة إذا بدك للاغتيال. ولكن عناصر إيه؟ عناصر الاتهام موجودة بحق حلفاء سوريا اللي هن بالحكومة. ومسار الأمور، مسار الاغتيالات، مسار حيثية الاغتيالات والأهداف يلي الاغتيالات استهدفتها بيبين أنه إيه؟ هذه الحكومة متهمة، متهمة بالقرار ومتهمة بالتحريض. بالتحريض بتعرف يعني الإعلام والشخصيات السياسية ما راح من جنرال عون لكل الأوركسترا كلها سوا، التحريض المقيت يلي انعمل بوجه دونك. هودي عناصر موجودة، هودي عناصر جرمية. ما تاخد بس حادثة الاغتيال أو من وضع السيارة المفخخة، في حالة سياسية تمثلها هذه الحكومة أدت إلى في عامل شد عصب 14 أذار. لا 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 أعني على مستوى القيادة لكن على مستوى القاعدة، كيف تستطيع اليوم قوى 14 أذار أن تشب عصب جمهورها؟ جمهورها يجب أن يعي. إذا بدك العملية بدها أكثر من حماس وأكثر من شد عصب بالشارع، بدها وعي وبدها حكمة وبدها فهم لمسار الأمور يلي ماشي فيه الأحداث. جمهور 14 أنا برأيي واعي لمحدودية، لكن محدودية جمهور 14 أدار بيعتبر أنه هو ضاع من 2005 لل 2013، ساعة بتحدوه شمال ساعة بتحدوه يمين، يعني بطل، يعني عفوا على التعبير، يعني ليس لديه أي ثقة ربما بقيادات 14 أدار أو بال إذا بدك بالقرارات التي مش القيادات ككل لكن بعد قيادات 14 أدار. ما في شك، إيه ما في شك، تنكون صريحين، ممكن صار أخطاء. يعني إذا بدك عدد لك خطأين أساسيين برأيي، يمكن التحالف الرباعي أو السينسين، مسار السينسين أكيد خطأ هذا، ولكن هذا لا يعني تخلي
أيا من قيادات 14 أدار عن مبادئ الأساسية لثورة الأرز ولـ 14 أدار. وبرأيي اليوم هلا أكيد تتجلى أكثر اقتناع وإيمان قادة 14 أدار، مش دفاعا عنهم، يتجلى إذا بدك اقتناعهم بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها 14 أدار. وبرأيي هن مستمرين وجمهورهم بيفهم عليهم وهن بيفهموا عليه، وأنا ما نعتلين هم بهالموضوع، وعكس ما يسوق وعكس ما الإعلام المحرض، عكس ما يقوم به هذا الإعلام المحرض، أنا برأيي جمهور 14 أدار بألف خير. قد يكون بده شد عصب، قد يكون بده يمكن أحداث معينة أو ظروف سياسية معينة، رح أتأكد أنه جمهور 14 بس أدار بألف خير. تقفل هذا الملف، روح إلى ملفات أخرى بعد البريك، بس بدي أقفله. يعني قطعت 14 أدار بعدة محطات بتوعد جمهور أو بتوعد سيد بحركة ناشطة، بحركة هيك للتوحيد، إن كان على صعيد القيادة أو على صعيد القاعدة، لكن المساعي تبوء دائما بالفشل. وشفنا الخلاف الأخير بين الكتائب ومنسق القيادة، منسق الأمانة العامة، قبل أيام قليلة من اغتيال وسام الحسن. قطعتوا باستحقاقات ورجعتوا اختلفتوا بين بعضكم. يعني طبعا ما فينا ننفي واقع العلاقة بين الكتائب ومنسق الأمانة العامة، يلي برأيي هلا اكيد عم تتحسن العلاقة وعم تتزبط وعم تتعالج، ولكن هذا لا يعكس اذا بدك حقيقة ما يجري بداخل 14 أدار بين القوى الأساسية الموجودة فيها. يعني اذا في خلاف بين 14 أدار وفارس سعيد، لا يعني انه ما في تفاهم وما في مبادئ مشتركة بين القوات والكتائب والأحرار والمستقبل وكل هالقوى الأساسية. هاي ما نخلي حدث صغير عرضي هامشي إذا بدك يأثر على مسارنا الكبير. مسارنا الكبير بألف خير. هلأ في على هذه الطريق، إذا بدك على هذا الطريق، في قد يستجد مشاكل بين الحلفاء، بين في تنافس، في وجهات نظر مختلفة. انتبه، نحن ائتلاف أحزاب بالنهاية، منا حزب واحد، ولكن صحة 14 أدار ككل، كجسم وكمبادئ وكمسار وكعمل تكتي واستراتيجي بألف خير. عظيم. بريك قصير ونعود لمتابعة هذه الحلقة. مشاهدينا تابعونا بعد البريك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة، وضيفي الدكتور ريشار كويومجيان، القيادي في حزب القوات اللبنانية. دكتور، دائما بسياق ذاته إنما من نافذة أخرى، ماذا عن قانون الانتخاب؟ هل قوى 14 أدار مستعدة لتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى قانون الانتخابات من خلال مقاطعتها؟ لك عكس ما عم بيحاولوا يسوقوا الأخصام، عم بيحاولوا يسوقوا أنه هيدي حجة عم تاخدها 14 أدار مشان تتجنب مناقشة قانون الانتخاب العتيد، وعم تاخد حجة أنه تتغيب مشان ترجع إلى قانون الستين. مش مزبوط. ما فيك تطلب اليوم من نواب غداة اغتيال المسؤول الأمن الأهم بالدولة اللبنانية، ومن بعد ما هالنواب عم بيلاقوا أساميهم من مصادر دبلوماسية ومصادر غربية أنه أسماءهم على لوائح اغتيال، ما فيك تطلب منهم هيك أنه كأن الحياة السياسية عادية وطبيعية وروحوا تناقش قانون الانتخاب. ما فيك بظل تهديد الذي يريد أن يقتل، يريد أن نصل إلى هذه النتيجة. لا، ربما يعني لتعطيل الحياة السياسية بالبلد. ربما مش هناك ضرورة وأهمية والأرجنسي إذا بدك تبع أنه يصير في حكومة جديدة تتابع المضيع كله سوا. هذه ملحة إذا بدك أنه يترتب الحكومة، يترتب الوضع السياسي، يسقط قرار الاغتيالات.
لا بس بالحد الأدنى يؤمن تفاهم سياسي بالحد الأدنى وغطاء أمني لمؤسسة بتقوم فيه مؤسسات الدولة بشكل أنه يأمن حد أدنى من الحياة السياسية تنقدر نوصل على الانتخابات. نحن مش هروبا من مناقشة قانون الانتخابات بالمجلس النيابي نوابنا عم بيقاطعوا، لا عم بيقاطعوا مثل ما قلت لك عم بيقاطعوا كل ما له علاقة في للحكومة في في انت عايش بأمريكا فيكم تجروا يعني مفاوضات ومشاورات مش ضروري رسمية بالفيديو كونفرنس. فيديو كونفرنس او غير فيديو كونفرنس. طيب فيكم تبلشوا ما برأيي ما برأيي نحن عم نهرب من مناقشة قانون الانتخاب. فيك تستثني قانون يعني مستعدين نستثني قانون الانتخاب عن مقاطعة الحكومة لأن هون الكلام أنه 14 أدار تريد تأجيل الانتخابات النيابية تسعى إلى هذه استراتيجية للوصول إلى تأجيل الانتخابات النيابية. مش مزبوط هذا الكلام. الاجتماع ما تم لأنه أمنيا نوابنا ما فين يروحوا لهونيك وما تطلب منهم بعد جمعة من الاغتيال من بعد جمعة ما أنه أساميهم مبينة على لوائح الاغتيال تطلب منهم يروحوا جسديا على المجلس النيابي. ولكن هذا ليس هروب من قانون الانتخاب. مثل ما عرفتوا من أوساط نوابنا أنه ممكن كتير مستعدين لمناقشة قانون الانتخاب تحديدا لشايل هذه التهمة عنا أنه نحن عم نقاطع لأنه ما بدنا قانون انتخاب جديد. مش مزبوط هذا الكلام. برأيك هالظروف انطلاقا من الاغتيال إلى 2013 ستسنح بإجراء انتخابات نيابية؟ إجراء انتخابات نيابية في ظل القتل بستبعد. مشان هيك الححنا على إيجاد مناخ سياسي جديد بالبلد. هذه الحكومة ما فيها تأمنه، حكومة حيادية ممكن تأمنه بالحد الأدنى لتحضير ملف الانتخابات النيابية. بس رايحين الهيئة على قانون الستين في حال لم نتوصل إلى صيغة جديدة. كنا ولا زلنا مستعدين. نحن أول شيء منا راضين عن قانون الستين، مفهوم الموقف معروف في قانون طرحينه وفي غيرنا طارح قانون آخر. كنا بصلب مناقشة هذه القوانين للوصول إلى قانون بيقتنع فيه الجميع. وشفت اللي صار. سو بعد اللي صار ما فيك تطلب من 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 ناس، ما فيك تمارس سياسي وتمارس تشريع في ظل الخوف. لا يمكن أن تقوم حياة سياسية عادية في ظل التهديد والوعيد. يا بتمشي هيك يا 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 بقتلك. ما فيك، هذا واقع غلط شاذ ما فيك تمشي فيه. واضح. الرئيس نبيه بري بأوساط امبارح بتقول أعول على غباء 14 أدار. نفيوة عند الرئيس برجع. لأنها أوساط. لا تليق برأيي بالرئيس برلي. مش هناك اليوم كنت عم أسمع أحد يعني فيها. تحمل رئيس البرلي على عفوا الرئيس الجمهورية على الرحاض وبذات الوقت يعني تقاطع دعوته إلى إجراء الحوار. لا في بدك تميز هون بين لا حوار إذا بدك مع هؤلاء الناس المتهمين باعتماد القتل وسيلة إحدى الوسائل السياسية. في فرق بين رفضنا للحوار في ظل هذه الأجواء واحترامنا الكبير وتعويلنا الكبير على مبادرات رئيس الجمهورية وعلى علاقتنا فيه لتصحيح كل هذا المسار. علاقتنا بالرئيس ومواقفه السيادية برأيي أنا كمواطن لبناني، مواقف رئيس الجمهورية السيادية بما يخص سيادة لبنان واستقلال لبنان وكرامة لبنان مشرفة. مقاطعة الحوار لا تعني مقاطعة رئيس الجمهورية. مقاطعة طاولة هذه الطاولة الحوار لا تعني أنه نحن نعول على مساعي رئيس سليمان إلى إيجاد مناخ جديد في البلد، مناخ سياسي جديد يتجلى في تأليف حكومة جديدة حيادية تؤمن الحد الأدنى من المناخ السياسي وتؤمن الوصول إلى الانتخابات النيابية. يعني يقال أنه اجتماع مع راب كلف الرئيس فؤاد السنيورة. صح. يعني إجراء هذه المشاورات لا سيما مع رئيس الجمهورية. صح. شو كلفته أيضا؟ يعني شو هي الرسالة
المحمول إلى فخامة الرئيس من قبل الرسالة السنيورة. أنه على رئيس الجمهورية معالجة هذا الوضع الشاذ القائم في البلد. المطلوب اللي طلب من الرئيس السنيورة هو إبلاغ رئيس الجمهورية موقف 14 أذار بكل 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 صراحة، موقفنا القاضي بتغيير هذه الحكومة لفتح مناخات سياسية جديدة. طب بمعراب يعني اتفقتوا على يعني إعلان وثيقة سياسية؟ هلا ما تحملني كثير لأنه أنا ما كنت بمعراب معهم. كيف ما كنت؟ هذه القيادات هي اللي كانت موجودة. طبعا في وثيقة سياسية. يعني متى بدها تطلع هذه؟ رح تظهر بأواخر الأسبوع. وثيقة سياسية تؤكد. فيها شيء جديد دكتور؟ تؤكد على رؤيتنا للواقع الحالي وعلى رؤيتنا المستقبلية إنه كيف بنشوف تصحيح هذا الوضع. طبعا العنوان الأساسي مثل ما قلت لك تغيير هذه الحكومة وصولا إلى وجود مناخ سياسي أمني يؤدي إلى الحد الأدنى من الاستقرار تنوصل على الانتخابات النيابية. يعني رح تكون حكومة حيادية انتقالية إذا بدك تنوصل على الانتخابات. عظيم. بدي روح إلى علاقاتكم مع بعض الأفرقاء. يعني الدكتور سمير جعجع قال من هلا بالانتخابات 2013 لا نستطيع أن نتحمل الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب، وكأنه فتح معركة رئاسة مجلس النواب، ومعروف الرد رئيس نبيه بري. نعم. أنا اللي عم بحمله واتحمله. لهالدرجة وصلت العلاقة بين دكتور سمير جعجع؟ لا العلاقة ليست لا تعكس هذه الدرجة من السوء بالعلاقة. لا بالعكس. ليش فتح دكتور جعجع معركة رئاسة المجلس النيابي باكرا؟ إذا ها هي خلينا نحطها بإطار الديمقراطي البحت. أوكي. إذا نحن بهالانتخابات جبنا أكترية رح بحق لنا نشكل السلطة يلي الشعب بيكون فوضنا إنه نعملها. لما بتعمل انتخابات وبتربحها حقك الطبيعي تعمل حكومة وتجيب رئيس مجلس نيابي بالديمقراطية العديلة، لكن ليس بالديمقراطية الطائفية. هيدي بال 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 إلا إذا جبتوا أكثرية أيضا عند الشعب. هيدي من الناحية المبدئية. من الناحية المبدئية برأيي الدكتور جعجع طرحها من حيث المبدأ، عرفت كيف؟ أكثر ما هي مسار أو هدف حاطينه من هلأ إنه والله إسقاط الرئيس بري، لا، هذا من حيث المبدأ. إذا نحن بنربح انتخابات وقادرين نجيب رئيس مجلس نيابي آخر ممكن نجيب غيره، إذا مش قادرين ممكن يبقى الرئيس بري. يعني هذه حطها بالمسار الديمقراطي البحت أكثر ما هي ما تحطها بالإطار السياسي المباشر. من حيث المبدأ بتعمل انتخابات وبتربحها بحق لك تعمل حكومة، وبحق لك تجيب الهيئات هيئات السلطة في الدولة اللبنانية. القراءة في حال فازت 14 أذار بالانتخابات النيابية، هل تستطيع الانتخاب رئيسا لمجلس النياب من خارج؟ ربما لا، من أحكون صريح معك ربما لا، بس هذا لا يمنع أن يكون عندك موقف مبدئي بالمبدأ هيك. هلأ بالعملي ممكن انه ما تصير هالشغله. برجع بقول لك دكتور جعجع طرحها من حيث المبدا خي ايه بالعمل الديمقراطي هذه متاحه لنا ممكن نلجا لها وقد لا نلجا لها. عظيم. طيب بين معرب والمختاره اليوم بالديار عم تقول وليد جملاط يرفض اللقاء او لا يريد اللقاء مع سمير جعجع، شو بنعمل يعني؟ وسمعنا الكلام الاخير للنائب وليد جملاط، انتوا شو بتردوا؟ خي هذا شأنه، ما بده يشوف ما يشوف. يعني احنا منا كمان مثل ما بيقولوا مستقتلين انه نشوف، لا بالعكس. نحن على طول اذا بدك من وقت ما غير النائب جملاط بمساره العام وساهم بتأليف حكومة الرئيس مئاتي، طبعا كان في خلاف على هذا الموضوع. هلا من وقتها لهلا طبعا كان في عده محطات كنا متفقين معه، كنا متفقين عليها نحن وياه. من ابرز هذه المحطات الوضع في سوريا وضروره
تغيير هذا النظام القمعي اللي موجود في سوريا، الحرص على المحكمة الدولية والاستقرار الداخلي، والسعي نحن وياه على قانون انتخابات. يعني كان في حكي بهالموضوع. هلا عنده نظرة معينة للاستقرار مثل ما هو بيشوفه من زاويته. هلا البعض بيعتبر انه عن خوف او عن تهديد له او عن قناعة، انا ما بدي فوت بهذا الموضوع. قد يكون موقفه ناتج عن قناعة ذاتية عنده، قد يكون ناتج عن تهديد له، وقد يكون ناتج عن 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 واقع يفرض عليه بالقوة. وعلى الأرجح انه هيك من وقت القمصان السود وصولا لليوم، برأيي التغيير في موقف وليد جنبلاط انطلاقا من هالواقع اللي عم ينفرض بالقوة عليه. هلا أنا برأيي المهادنة، وردنا أنه المهادنة لا تصح. المهادنة بالإنجليزي، المهادنة في الوقت الراهن بالإنجليزي بسموها appeasement. هذا مبدأ يعتمد إذا بدك بالبراغماتية السياسية وبالحياة السياسية. هلأ المهادنة تصح ببعض الأمور السياسية الصغيرة، بس لا تصح برأيي مع المعتدي. لا يمكن. طب انا عم توصف موقف وليد جنبلاط بالمهادن، لكن وليد جنبلاط يقول هو بلسانه اعطوني البديل وخذوا استقالتي من الحكومه بهذا المعنى. عندكم البديل حتى يمشي وليد جنبلاط معكم بتشكيل حكومه جديده؟ البديل هو حكومه حياديه نسعى الى يعني تصحيح الوضع القائم، تصحيح الوضع القائم بالبلد يكون عبر هذه الحكومة الحيادية، والسعي مستمر للوصول إلى. هلأ إذا بده ينطر أنه جيبوا هذه الحكومة وأنا بمشي، نحن مستمرين بالسعي تبعنا بغض النظر عن موقفه، وهذا مسار أخذناه على عاتقنا ومكفيين فيه، وسيثمر أنا برأيي نتيجة الضغوط يلي رح نقوم فيها، ونتيجة حجم التمثيل اللي بنتمتع فيه، ونتيجة الوضع المهترئ يلي أصلا هذه الحكومة تعاني منه. يعني منك بوضع حكومة نموذجي تتقول والله لا يمكن المس فيه لأنه الأمور على 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 أكمل ما يرام. لا تستطيع المس فيه، لأن يقال أن نقع في بالقوة. فراغ بالقوة فراغ. ما في فراغ، لا ما في فراغ، كل الدول خايفة من الفراغ. في شيء اسمه حكومة تصريف أعمال، يعني كير تيكر، ما في فراغ. وقت اللي ألف الحكومة حكومة الرئيس مئاتي نفسه ضل 6 أشهر تألفها، يعني كانت حكومة تصريف أعمال، كانت حكومة تصريف أعمال. يعني ما بدها التهويل بالفراغ. ما في فراغ، استقرار في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. طيب بدي أطرح سؤال أخير قبل ما أروح إلى علاقة دكتور جعجع مع غبطة البطريرك الكاردينال. يقال أنه القوات اللبنانية عرضت مشروع 61 دائرة على نائب وليد جنبلاط واستحسنوا، وأيضا عرضت عليه مشروع 50 دائرة وأبدى يعني ما كان متحفظ كثير عن هذا المشروع، وسمعناه ينتقد هذا المشروع. شو حقيقة هذا الأمر؟ كان في نقاش، بعد مستمر، بعد ما وصلنا لاتفاق كان بالفترة الاغتيال اللي صار فيها الاغتيال اللواء الحسن، بعد ما كانت الأفرقاء توصلت لحد أدنى من الاتفاق تننطلق منه. عظيم. كان البحث بعده جاري بهذه المواضيع، في أخذ ورد. البحث على شو؟ يعني على قانون يقتنعوا فيه كلهم. هذا نحن كان طرحنا الخمسين دائرة. الخمسين دائرة بعيد كتير عن الستين. بعيد كتير يعني بعيد كتير عن الستين. وبعيد كثير عن الأرثوذكسي، لكن هذا مشروع جديد. يعني طيب. يعني وين كان النقاش؟ بأي درجة كان النقاش؟ كان في استحسان؟ كان في تحفظ؟ كان في رفض بالمطلق؟ رفض بالمطلق ما في لا شيء، لأنه كان في بحث. نعم. هلا موقف الوزير جنبلاط معروف، هو اللي بناسبه وأنسب شيء بيعتبر للوضع هو قانون الستين، لم يخفي هذا الشيء، ونحن لم نخفي كمان انه نحن مش عم يشكر دكتور سمير جعجع مقسم المختارة الى جزئين بالكلام الله. اوكي، بس نحن انتبه لما بتعرض مشروع، نحن لما عرضنا المشروع ما حطينا الفرد براس حدا، وما جينا عم نفرض هذا المشروع على حدا.
قلنا نحن نرى في هذا المشروع خير تمثيل. يمكن منه المثالي، يمكن غيرنا يشوف فيه مش منيح او غيرنا ما يقتنع فيه، بس كان في حوار، كان في نقاش عبر اللجان، اللجنه المولجه ببحث قانون الانتخاب، كان في نقاش مستمر، وكان في امل يمكن يوصلوا لقواسم مشتركه، بس للاسف وصلنا لحادثه الاغتيال يلي خربت ووقف كل شيء، كل الوضع. طيب بالنهايه يعني بعد عندي بس 10 دقائق من لختام هذه الحلقه، عندما اتهم الدكتور سمير جعجع حزب الله ردت عليه اوساط بكركه بين مزدوجين على هذا الاتهام، واعتبرت انه في خفه بهذا الاتهام. من يتحمل اوساط بكركي؟ مين اوساط بكركي؟ يعني ما بعرف انت قريتها اوساط بكركي، من هي من اوساط الى اي مدى تعكس اوساط بكركي العلاقه بين الدكتور سمير جعجع وغبطة البطريرك؟ لا العلاقه منيحه، خلينا ما نشوش عليها. نحن فريق سياسي. في كلمه اوساط بكركي، من هي او هل عرفت من هي اوساط بكركي التي انتقدت هذا الاتهام؟ ما بعرف صراحه، ما بعرف، بس نحن من 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 جانبنا نحن حريصين على انه العلاقه تكون علاقه جيده وعلاقه اولاد مع مرجعهم الروحي والوطني. هلا نحن فريق سياسي عندنا موقفنا من كل الاحداث اللي عم بتصير. هلا اللي طلع هذا من اوساط بكركي، اذا مزبوطه نحن نامل الا تتعاطى اذا بدك بكركي بهذه التفاصيل، هذا موقف سياسي نحن كفريق سياسي اخدينه. ما تصلحت العلاقه، قد يكون اتى في التوقيت وفي السياق الغلط. نحن هذا راينا، مش اللي برد علينا مش بكركي، برد علينا يمكن الفريق الاخر لما بده يدافع عن نفسه، وبالتالي مش مطلوب من لم تصلح العلاقه اليوم بين دكتور سمير جعجع والبطريرك. لا العلاقه جيده بالحد. كيف كان هذا الاتصال؟ يعني اتصال التهنئه فقط للتهنئه ام يعني اليوم نمثل ما نمثل، سمير جعجع يمثل ما يمثل، ابسط الامور اضعف الايمان انه نتلفن نهني الكاردينال بالكارديناليه الجديده تبعه بال يعني شيء تصرف طبيعي، تصرف اكثر من طبيعي، يعني ضروري، ومن حيث اللياقات، من حيث بالنهايه هيدي قلت لك كركي مرجعيتنا الروحيه والوطنيه، ابسط الامور ان يتلفن دكتور جعجع ويهني الكاردينال باسم القوات. عظيم. حتى بهالاطار هلا طبيعي، يعني المسار اذا بدك بعد ال بدي مسار العلاقه يعني جيد. جيد. رجع الى طبيعته برايك او بعد لا الامور لا متوقفة على لا كل موقف وعلى كل حادثة؟ العلاقة جيدة، نحن فريق سياسي يقوم ويصرح ويعمل وفق ما تمليه علينا قناعتنا السياسية ورؤيتنا ومبادئنا. ما نأمله أنه نخلي بكركي بعيدة عن تفاصيل الحياة السياسية، خلي بكركي للعناوين الوطنية الكبرى يلي كلنا مقتنعين فيها. عظيم. خلينا نروح إلى الصحافة العربية لو سمحت. كتب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط طارق الحميد مقالة بعنوان السودان عبث أم مواجهة، جاء فيها عندما تتأمل عملية استهداف مصنع اليرموك للأسلحة في السودان من قبل إسرائيل، فأنت أمام خيارين كمواطن عربي حريص على الدول العربية: الأول أن تنظر لضرب إسرائيل لمصنع اليرموك للأسلحة بنظرة عاطفية وتشعر بالغضب تجاه إسرائيل وتقول في حقها ما تشاء، والخيار الثاني هو أن تنظر للموضوع بنظرة عقلانية وتحاول استخلاص العبر مما مر ويمر بمنطقتنا. شو تعليقك دكتور؟ هلا نحن ضد أي اعتداء إسرائيلي على أي دولة عربية، هذا موقف مبدئي عظيم، وطبيعي ان نستنكر وان نشجب وان نكون ضد اي اعتداء اسرائيلي على اي دوله عربيه سواء السودان او غير السودان. واضح
لكن لا شك أنه هذه رسالة ليست فقط إلى السودان فحسب، إلى 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 إيران، قد تكون رسالة إلى إيران، قد تكون. عظيم. إلى أسرار اليوم. اخترنا سر اليوم من صحيفة اللواء: تنتظر أطراف لبنانية فاعلة بقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سدة الرئاسة لولاية ثانية لحسم الموقف على الساحة السورية. أول شيء بدك تنتخب؟ أنا عملت شيء بسموه أبسنتي فوت، يعني أها ما راح تنتخب بالبريد. أها بلا، انتخبت. مين انتخبت؟ أنا انتخبت رومني هالمرة، انتخبت رومني، هذيك المرة انتخبت أوباما. جمهوري ديمقراطي. لكن هناك تعويل على بقاء كما يقول السر، ممكن تعويل على بقاء باراك أوباما لك بالسياسة طبعا لحسم الموقف على الساحة السورية. مرقت السياسة الأمريكية مؤخرا بوضع لا سياسي، إذا بدك ما عندهم استراتيجية واضحة لكل المنطقة. كان باراك أوباما عنده سياسة اللي اعتمدها بليبيا، كانت هي leading from behind، يعني ما كانت أمريكا في الواجهة، كانوا القيادة كانت للناتو يلي هو عمل العمليات بليبيا طبعا بدعم أمريكي. هلا كانت إضافة لها استراتيجية هذه، كانت أمريكا بفترة غياب عن الساحة الدولية نتيجة انغماس الإدارة وانغماس كل المرشحين بالمعركة الرئيسية. هلا ما نأمله أنه بعد انتهاء المعركة الرئيسية أن تعود أمريكا إلى لعب دور القيادة والريادة في أحداث العالم، لا سيما في أحداث الشرق الأوسط وتحديدا. برأيك حسم الوضع السوري ينتظر الانتخابات الأمريكية؟ والله ليس بالضرورة، يعني بدك تشوف أي توجه رح يكون عندها الإدارة، سواء إدارة أوباما أو إدارة رومني ما بعد الانتخاب. بعد الحديث هلا ما مبين، في تعويل في 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 wishful thinking إذا بدك من عند البعض، إنه سوف يتم تحول في 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 السياسة الخارجية الأمريكية بما يخص سوريا. أنا برأيي لا أعول بقدر ما تحليلي الخاص إنه سوف يكون هناك تغيير في السياسة الخارجية بما يخص سوريا، وسوف وهذا ما سيسرع بشكل أو بآخر بالانتهاء من هذا النظام. عظيم. القيادي في القوات اللبنانية دكتور ريشار قيومجيان، أنا بشكرك وأهلا وسهلا فيك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، تابعونا دائما على تويتر وعلى فيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.